أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكلف جيش بلاده بإنشاء ميناء عسكري على ساحل قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إليه عن طريق البحر. وبحسب مسؤول في مجلس الأمن القومي، فإن إنشاء الميناء لن يتطلب قوات أمريكية على الأرض بغزة، حيث ستظل في سفن قبالة الساحل، مشيرا إلى أن إنشاء الميناء سيستغرق أسابيع، والشحنات الأولى ستصل من قبرص.